على خلاف ما قد يعتقده الكثيرون بالشأن الأصول الغربية للوشم، فقد اكتشف العلماء بأن أقدم وشم معروف في العالم هو وشم على زوج مومياء مصرية معروضة في المتحف البريطاني، والتي يقدر عمرها ب5000 سنة. وقد لاحظ علماء الآثار رسمات على الجزء العلوي للمومياء الذكر على شكل ثور وأغنام، بينما لاحظوا على الجزء العلوي للمومياء الأنثى زخرفات ورسمات على شكل إس. وبالحضارة المصرية عامة، فقد حرصت النساء على تزيين وجوههن برسمات وأشكال متنوعة، منها السهمان المتوازيان للدلالة على الجرأة، فيما حرصت نساء مصريات أخريات على رسم خط يمتد من الشفة إلى أسفل الذقن وعلى جانبيه نقاط باللونين الأخضر والأزرق للتعبير عن نضوجهن واستعدادهن للزواج. كما كانت الوشوم تستخدم كعلاج لدى الصينيين الهنود البابليين والفراعنة لاعتقادهم بأنها تبعد العين والحسد. أما في القدس، فقد اعتاد الحجاج بعد زيارتهم لبيت المقدس على رسم وشوم ذات دلالات دينية، كالصليب ميلاد المسيح والسيدة العذراء، صورة الملاك ميخائيل وهو يسارع الشيطان، صورة مارجرجس وهو يقتل التنين. ومن أبرز الوشوم في الثقافة الأمازيغية نجد النجوم والشمس، الثعبان، العقرب وغصن الزيتون. كما كانت نساء الأمازيغيات تضعن أوشاماً خاصة بهن كعلامة زائد على الخد، التي تعني حرف تاء باللغة الأمازيغية اختصار لكلمة تمطوط أي الأنثى الجميلة. ماذا عنكم؟ ما هي قصص الوشوم التي تعرفونها؟